أحبائي المستمعين، يسعد أوقاتكم كلها وإن شاء الله يا رب كل أيامكم أفراح وأعياد. بحب لكم أني أنا رح كون يوم الجمعة مع الإعلاميين المبدعين الأستاذ بيدرو الحجي والسيدة إلهام الحافظ، وهاللقاء حصري رح يكون لإذاعة 2ME الموقرة، وبيسعدني كتير أني أخبركم أشياء خاصة عني وأشياء بتخص مهنتي ومشواري الفني مع الحبيب الغليم، وبمناسبة الشهر الكريم اللي إن شاء الله بتنعاد على كل الجالية العربية واللبنانية اللي موجودة بأستراليا الكبيرة. ما بنسى عيدكم بموال أنا لبناني يا عالم، إنه هيدي كانت هوية لكل لبناني هاجر بلاده. تحياتي لكم وإن شاء الله يا رب على المحبة دايما متلاقة. هون أخوكم نهاد طرباي. قالوا لي أنت من وين يا أسمراني، عجبينك مكتوب حكاية عز وأماني. قلت لهم أنا من أرض دمرها الزمان، قلت لهم أنا من أرض دمرها الزمان، ورح ترجع مثل ما كانت خضراء وعلياني. أنا لبناني يا عالم، أنا لبناني. بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد، شبعنا عزوبي وهموم وغيري وصار ومواعيد. حبيتك هو ده حصل ازاي معرف، مع انك طيب جدا، مع انك طيب جدا، مع انك طيب جدا، مع انك طيب جدا، طيب جدا، طيب جدا، طيب جدا. يلا حرام عليك ترحمني، كلمة حلوة طمني، أنا سهران ومستني كفاني غياب وهجرانك. أنا سهران ومستني كفاني غياب وهجرانك. بريد تروح وتنسانا، بريد تروح وتنسانا. من بعد ما شاف الرئة وإزاي الحسن بيبان في البعد يا غالية منشقان، وانا وحدي بحسنك أقرى، انا وحدي بحسنك أقرى. يا أميرة يا بنت الأمراء، حوالي العشاء قلت لها بطل خليني بالبيت، قال اطرح لك مشوار وطرح لك مشوار. لميزة كلنا قالت اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير شفت كتير وغيرك ما حبك، قلت الله بطل خليني بالبيت. مباشرة مع إلهام وبيدرو نجومكم المفضلين كل يوم جمعة بعد الظهر حصريا لكم بأستراليا من GME أستراليا.